من القصص الجميلة من نتائج موقع دكتور زواج، واحدة من الأمهات تقول لي أنا عندي بنت عمرها فوق 30 سنة وجميلة وحاصلة على شهادة جامعية ومتميزة وما شاء الله تبارك الرحمن، لكن ما حد تقدم لها، فصار عندها نوع من الإحباط ونوع من اليأس، كأن هي بنت غير مرغوب فيها. تقول وبدت تنطوي وتصير خجولة، ويعني بدت تنعزل حتى عن المجتمع. تقول لما شفت الموقع دكتور زواج وعرفت انك انت مشرف عليه اقنعتها، قلت لها يا بنتي سجلي فيه. تقول لما سجلت خلال اول اسبوع 10 ايام يعني بدا واحد من الشباب يرسل رسائل للتعرف، تقول وانا امها معاها. تقول بعد اسبوعين او 3 اسابيع دخل شاب ثاني، تقول بعد شهر دخل شاب ثالث، سوينا اختبار التوافق طلع انه هي شخصيتها تتوافق مع الشخص الثاني. فتقول صارت هي الحين اللي تختار، اول كانوا هم يختارونها صارت هي اللي تختار. تقول ان هي ردت روحها وصارت عندها ثقة في نفسها وتركت اليأس والإحباط اللي كان موجود عندها. تقول يعني انا قلت لها دخلي هالموقع علشان الزواج، تقول انا ما توقعت ان هذا الموقع حتى بيعالجها نفسيا. فهذه تجربة وقصة جميلة قلت انقلها لكم وهي قصة من الواقع. بالمناسبة ترى احنا ما يمر اسبوع الا وعندنا حالة او حالتين زواج، بس انا ما قاعد اعلن عنها ولا قاعد اتكلم، لكن بفضل الله الامور ماشية على ما يرام.